خيطت الخياطه هذه الاولى، دابا غندير عبر الصباط، غادي نقلبها هكا لهاد الجهه. هاد الخياطه هذه غنقلبها لهنايا جهه التركيز، وندوز عليها بعبار الصباط. هذا عبر الصباط انا دوزتو، غندير الطوفه الثانيه هكا، والظهر غندير لهم نفس العمليه. هذا الظهر ماشي، هادو هما الخياطات ديالنا. غادي نشدو هاد الخياطه هادي ونقلبوها لهنايا، ندوزو لها عبر الصباط. هنا غندير نفتح الجياب، عندي الضوفات هنا بجوج ديال الامام. هذا هو فين عندي التركيز، التالي ديال التركيز هو هذا. غادي نهبط هنا 14، وغندير في الفتحه ديال الجيب غندير فيها 14. غنجي لهنا المنتصف، وغادي ندخل 5 ديال السنتيم، صافي. هادي هي الدورة الجيب ديالي، وغادي نقطع هادشي. صافي دابا غادي نلصق فيها واحد الباندا ديال الجلد، هنايا فيها واحد سنتيم ونص. هذا هو الجيب ديالنا، جبت هاد الباندا ديال الجلد درت فيها 4 سنتيم في العرض، والطول كنعبر على حساب هاد الطول اللي عندي هنايا. دابا غنجيب الوجه وغنحطو هنا من الداخل، من هذا الكفه ديال الدوفا، وهذا الوجه غندير الوجه عند الكفه هكايا. هذا هو الوجه ديال الدوفا، وغنشد بالفادات. غادي نجيب دابا هاد الطرف ديال الجلد هكايا، وغادي ندخلو لداخل. هاد نص سنتيم اللي عندي هنايا غادي نشدو هكا، وغادي نطوي هاد الجلد هكا واحد نص سنتيم، نجيبو هكا هكايا، ندوز عليه بالخياطة من هنا، وغندهنو بالزيت من هنا. الزيت ديال الماكينة ضروري باش يدوز لي فيه الصباط هنا ما يلحش، اما الزيت الماكينة اما كنديرو السكوتش لهاد الرجل ديال لهاد الصباط ديال الماكينة. كنديرو السكوتش هنا من التحت، كنلصقو فيه السكوتش باش يدوز لنا من هنا، ولا كندهنوه غير بالزيت. كنجيب هكايا طريف ديال التوب كندير فيه الزيت وندهنوه هكايا بهاد الطريقة هادي. دابا غدوز لي هنايا في الصباط دغيا بسهولة غيدوز. صافي هذا هو الجيب ديالنا هكايا،
غندوز غادي نقلبو هكا على الكفة. راه مازال مي غادي ندير له الحداده، راه غادي ينزل حتى باش الجلد كيكون قاصح. غنجيب هذا الجيب هذا غنحطوه هكا من الداخل، غنخليه خارج من هذه الجهه هذه واحد 4 سنتيم ولا 3 هنايا، شدوا بالبانكا من هذه الجهه الفوقانيه من جهه التركيز، وهنايا من التحت غنقادو عاود. صافي هذا هو الجيب ديالنا، غنشد هنايا بالخياطه وندوز هنايا على هاد السورجي، هادو راه ندايره لهم السورجي انايا، غندوز من هنايا. هذا هو الجيب ديالي، كما شفتو صافي كندور على هكايا بالخياطه. لو وليت الا بغيت نزيد هنايا خياطه واحده اخرى هي التجميليه وصافي بحال دابا عبار الصبار، ما بغيتش راه كنخليها هكايا. هذا هو الجيب ديالنا، هنا غنمونطي الكتاف، حطيت هنايا الظهر هو الاول ونحط عليه الدوغه، هنا التركيز عند التركيز. هذا القبض ديالي، هنا غندوز معاه بخياطه من هنايا، وهاد الجهه هادي هي اللي غتكون لاصقه لي في المونطو، وغندير له حتى هو بانطا هنايا ديال الجلد. دابا غندوز له الخياطه ونعاودو في السورجي ونمونطي هاد المونطو حتى هو المونطيه بالجناب، نسورجي له الكمام وعاد نرجع معاه. سورجيت القبض داك الخياطه ديال القبض درت لها السورجي، دابا غنديرو هكا على جوج، وغندير له باندا ديال هاد الجلد، غنعبر هكايا، نولي ندوبلها على جوج. هاد الباندا هادي راه في عندي في العرض ديالها 6 سنتيم، غنطويها على جوج، غتبقى تولي لي فيها 3 سنتيم، غيتحيد لي في الخياطه، غيبقى لي فيها جوج ديال السنتيم اللي غيجيني خارج هكا داير مع القبض. وعندي عاود البندات ديال الكمام حتى هما غندير نعبر هكايا الطول ديالكم، هذه هي هذا هو الكم، غنعبر عليه هكايا، عندي في الكم 30 ونقطع من هنايا. الكمام بجوج، هاد جوج سنتيم اللي غنزيد في الكم هنايا راه نقصها من هنايا من الكمام باش ما يجيونيش طوال. عندي 55 في الكم خاص بالباندا بكلشي تجيني 55 باش ما يجينيش طويل. دابا غنصاوب بعدا القب هو الاول، نجيب هكا الباندا نطويها على جوج،
شدها من هنايا وندور معاه بالبانكات كامل. هاد القبره دوست له السورجي، دوست له السورجي حتى هنايا صافي. نمشي معاه هكايا بالبانكات كامل وندهنو بالزيت من هنايا وعاد ندوز عليه الخياطه. غنعاود لها عبر الصبار، نعاود لها كامل الفوق عبر الصبار. هذا هو القب ديالنا. غنجيب الكم غندير له نفس الطريقه، نشد هكايا هاد الشد وغندوزو من هنايا، نشدو البانكات صافي. هكايا ندوز معاه في الاخر وندهنو بالزيت ونخيطو. هنا راه دوزت لها الخياطه، غادي نقلبو هكايا وندوز له عاود عبر الصباط هنايا. دابا غادي ندير السلسلة، غنلصقها أول حاجة في الجهة ديال الشمال. أنا علمت هنايا الفتحة، خليت فيها 22 عارفين براسيت. هنايا غنبدا السلسلة ديالي، غنشدها من هنايا طراسيت الجهات بجوج، غنحط السلسله هكايا على هذا هو الكفة وهذا الوجه. الوجه كنحطو عند الوجه ديال الثوب هكايا، وغادي نمشي بالخياطه. غنمشي بالخياطه ديالي هنايا. هنا راه دوزت لها السورجي في هذه الحاشيه هذه. هنا ندوز لها عبر الصباط، هنا السلسله راه ساليتها. دابا غادي نحلها باش نخيط الجهه الاخرى. راني علمتها هنايا فين ساليت، فين ساليتها بالخياطه فهاد البلاصه علمتهم باش من نحل هاد الجهه هادي نبقى عاقله فين ساليت الخياطه هنايا باش غنبدا من هنا الخياطه. غنجيب هاد الجهه هادي، هادي ديال اليمن، ونحط عليها السلسله هكا كما درت في الجهه الاخرى. هانتي فين ساليت الجهه الاخرى غنبدا هادي هنايا ونبدا الخياطه، حيت هاد الجهه الشمال بديناها من التحت، هادي غنبداوها من الفوق باش دائما تكون عندنا السلسله هي اللي من الفوق من كونو كنخيطو، ما تكونش هي اللي من جهه السنان.
غنجيب هاد الجهه هادي ديال اليمين اللي غتكون عندي مغطيه على السلسله، وغنطويها هكايا، غنطوي 4 سنتيم لداخل. هذا هو الطراساج اللي كنت مطراسيه، اللي خليت ديال باش غادي نغطي السلسله، باش غتجيني السلسله مغلفه. غنشد هنايا هاد التالي هذا، وغنديرو هنايا مع هاد الطراساج اللي طراسيت، غتبقى لي هنايا واحد 4 ديال السنتيم، وغادي نطلع معاها بالخياطه واحد 4 ديال السنتيم هنايا. هنايا قبل ما نوصل لهاد التالي كاع ديال الخياطه اللي كنت طالعه بها هنا، هادي كان خصني نديرها في الاول، نسيت هاد الطريقه هادي. هذا هو الطراساج ديالنا فين هنا، هذا المنتصف، غنقلب هنايا فين عندي هاد الطراساج هذا، فهمت، غنقلب هنايا وغادي نخيط سنتيم هنايا. صافي غادي نقلبو ونكمل هاد شويه الخياطه اللي بقات لي حتى لهنايا بهاد الطريقه هادي. غايجي والقب غايجي لاصق حد هنايا، غندير هنايا غنفتحو هاد السنتيم اللي عندي هنا، غادي نفتحو هكايا. هنا غادي نلصق القب ديالي، غايجي حدو حد هنايا. هنا هاد صاوبت هاد الجهة هادي ديال السلسلة ديال اليمن، هادي هي اليمن اللي غتكون مغطية لي السلسلة. شو كي درت لها باش كتجي مفينية من هنايا وكتجي مغطية لي السلسلة. هذا المنتصف ديال الدورة ديال العام، غنجيب هنا هاد الخياطة ديال القب، غنلصقها مع هاد المنتصف هذا صافي، وندور هكايا بالقب. نجيبو هنايا، راني علمت هنايا مع هاد الجهه هادي، قديتهم وعلمت سنتيم، ناخذ اللي خديت هنايا سنتيم، ناخذ هنا سنتيم صافي، ونحط هكا القب ديالي وندوز عليه بالخياطه. هاد السلسله هادي اللي عندي هنايا نطويها لداخل هكا، باش من نخيط ما تخرجليش السلسله منها صافي هكا، وندوز بخياطه كامل على القب. دابا غادي ندوز السورجي مع هاد البلاصه هادي، وغنعاود لها الخياطه المره الثانيه. هنا راه مونطيت الجناب السورجي وعاودتهم بالماكينه، هنايا غادي نجي نعاود الخياطه هنايا في القب. غادي نشد هاد السورجي هذا وغادي ندوز على السورجي باش طيح لي هاد الخياطه ما تبقاش واقفه، غنبدا من هنايا.
صافي هذا هو القب ديالنا، هاد السمعه بالخياطه من هنا من الداخل. راه كيجيين فيني من هنا من برا، حتى من الداخل راه ملي كيكون السورجي في نفس اللون راه ما كيجيش باين. دابا غندوز لوغلي ديال الجلايل من التحت. هنا راه عندي 6 سنتيم ديال لوغلي كما شفتوا، غادي نطوي هكايا واحد 2 سنتيم هكا لداخل، والاخرى غنولي نطويها هكا. وغندوز بلوغلي ديالي من التحت بهاد الطريقه هادي. هذه هي مونطاج اللعبه ديالنا، هذا هو القب ديالنا. هانتي راه كيجي داير، كيجي بحال ديال المونطوات. وهاد السلسله ديالنا هانتي كتجي نيفو واحد مع هاد الجهه هادي ديال الشمال، ما خصش هادي ديال الشمال تجي طالعه ولا تجي هابطه، تجي قد قد. دائما نتوما كتخيطوا نتوما كتقيسوا وتعلموا بالطباشير. هكا السلسله ديالنا كتجي دايره مغطيه، والخياطه اللي درنا هنايا ديكوب هي هادي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديال جلابه مونطو، والجويبات ديالنا هما هادو. مازال غادي ديال البريسه ان شاء الله. البريسه هي راه كتزيد كتقد الخياطه، عندها دور كبير في الخياطه في البياسه، كطيح البياسه مزيان. وشكرا لكم، وما تنساوناش من الدعم والاشتراك وجيم والتعليقات ديالكم الزوينه. والسلام عليكم ورحمه الله.